ظهور مفاجئ لابنة أحلام، تعرف على السبب. خطفت لولو ابنة الفنانة الإماراتية أحلام الأنظار فور نشر الأخيرة فيديو للقاء أجري مع زوجها مبارك الهجري، فكانت المفاجأة هي ظهور ابنتهما بشكل واضح أمام الكاميرا. ابنة أحلام لفتت الأنظار بظهورها المفاجئ بصحبة والدها مبارك الهجري أثناء مشاركته في سباق سيارات وفوزه بالمركز الأول، وعلقت أحلام على ظهور ابنتها لولو مع والدها قائلة: ما شاء الله، بنتي لولو تشارك أبوها الفوز بالمركز الأول، مبروك الفوز حبيبي مبارك، وتستاهل المركز الأول، فخورة فيك. وتفاعل متابعو أحلام بقوة مع ظهور ابنتها لولو النادر بعد أن كبرت وأصبحت شابة، مشيدين بعفويتها ورقتها خلال الكلام وكيف أنها بدت خجولة قليلا أمام الكاميرا. كما حرصت أحلام على نشر فيديو للحظة تسلم زوجها لكأس الفوز بصحبة ابنتهما لولو عبر إنستغرام، وعلقت قائلة: تستاهل الناموس والمركز الأول، صنع لك حبيبي، ألف مبروك المركز الأول. ولولو توجت أبوها اليوم بعد غياب سنوات. وكان مبارك الهجري كشف خلال لقائه على أنه لم يكن يخشى المنافسة بعد عودته إلى ساحة سباقات الرالي بعد غياب طويل، والسبب أنه كان يواظب على التدريب طوال فترة انقطاعه، وأنها سعدت حقا بفوزه. وكانت أحلام قد تحدثت لأول مرة عن تفاصيل حياتها مع أولادها الثلاثة فاهد وفاطمة ولولو وكيفية اعتنائها بهم. الفنانة الإماراتية قالت خلال لقائها في أحد البرامج التلفزيونية: غالبا ما يكون خارج البلاد، وخصوصا في هذه المرحلة، حيث أنه يشرف على تجهيز منزل العائلة في فرنسا. ومن ناحية أخرى كشفت أحلام أن